اللهم يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا رجاء السائلين، ويا مجيب دعوة المضطرين. هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ذلنا وتضرعنا وانكسارنا بين يديك. نسألك يا مولانا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وباسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تمن علينا جميعا برضاك. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك ونعوذ بك من غضبك. اللهم تجل علينا في هذه الليالي المباركات بالأمن والأمان. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لمصر ولسائر البلدان. نسألك اللهم الأمن والأمان لمصر ولسائر البلدان، يا من أمنت مصرنا في كتابك الكريم وقلت ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمانا واطمئنانا وسخاء ورخاء لعبادك المؤمنين.